أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: زخات رعدية من الأمطار متوقعة في منطقة الربع الخالي بسبب تأثر تلك المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. أيضا زخات رعدية من الأمطار متوقعة في جازان وعسير، وهي أمطار موسمية تكون بشكل يومي وحرارات حول المعدل في معظم مناطق المملكة. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور أقمار اصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، وتوضح انتشار لكميات من الغيوم المتوسطة والعالية في منطقة الربع الخالي والمنطقة الجنوبية الغربية وعموم المنطقة الجنوبية. هي ناتجة عن تدفق الكميات من الرطوبة، يتوقع أن تكون أو تتحول هذه الغيوم إلى غيوم ركامية خلال ساعات الظهيرة والعصر بسبب نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الأمطار اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة. يلاحظ فرص تشكل الغيوم الركامية واردة في منطقة الربع الخالي وعموم المنطقة الجنوبية الغربية اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة بإذن الله، حيث تتأثر منطقة الربع الخالي تحديدا بحالة من عدم الاستقرار الجوي يومي الثلاثاء والأربعاء. تعمل هذه الغيوم أو تعمل هذه الحالة على تشكل الغيوم الرعدية الماطرة في تلك المناطق، بينما المنطقة الجنوبية الغربية نجران وجازان وعسير يتوقع أن تتشكل الغيوم الرعدية بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر بسبب الغيوم الرياح الموسمية الرطبة التي تهب في مثل هذا الوقت من العام. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الحرارات السطحية في المملكة من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة. يلاحظ سيادة لطقس حار في عموم المناطق أو في أغلب المناطق. تكون درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام. درجات الحرارة تكون أقل في المنطقة الشمالية، تصبح الأجواء باردة نسبيا في المنطقة الشمالية خلال ساعات الليل بسبب تأثرها بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد قادمة من شرق البحر المتوسط وبلاد الشام. أيضا تكون درجات الحرارة معتدلة في المرتفعات الجنوبية الغربية. نعود للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 28 درجة مئوية بالنسبة للثلاث أيام القادمة: يوم الأربعاء 39 إلى 28 درجة مئوية، يوم الخميس 40 إلى 28، أما يوم الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة 41 إلى 28. في الأخير نستعرض وإياكم هذا الفيديو، حيث جلبت العواصف القوية التي غطت مئات الأميال رياحا تجاوزت 160 كيلومتر في الساعة إلى ولايات أيوا، نبراسكا، إلينوي، وإنديانا الاثنين، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لنحو مليون شخص وسقوط عدد كبير من الأشجار وأعمدة الكهرباء. بهذا الفيديو نصل إلى نهاية نشرتنا، وإلى اللقاء.